يعني نفس الحدوتة بالظبط، بس نسب مختلفة، 11 و5 و2. يمكن دي رجل واحدة، التانية كانت رجلين مثلا ولا حاجة، ولا الأبر ليج، مش أبر ليجز ولا حاجة، بس نسب مختلفة خالص. هنا بيقول أمان اوف 100 كيلو جرام ماس هاز هاز ليج بنت ات 90 ديجري از شون ان ذا فيجر. نفس الشيء، ذا ماس اوف ذا أبر ولور والفوت، المرة دي فوت، التانية فيت، يعني كانت مجموع ده فوت واحدة بس. ار 11 واضح ان هي نص اللي فات، بس ممكن كده بقى ليجز ابر ليجز مثلا ولا حاجه. المهم دي 23 21 ونص، دي 11 نصها تقريبا، و5 من 9.6 و2% من 3.4 صح. يقول ده توتال بادز ماس، من النسبه من التوتال بادز ماس واللي هو 100 كيلو جرام. يقول كالكليت ذا توتال ماس ان كيلو جرام اوف ذا ليج. طيب نجمع النسب، هو عايز كيلو بالكيلو جرام، هو البرسنتج لج بتساوي كام؟ بتساوي 11 زائد 5 زائد 2، يعني بتساوي دول 16 18%، يعني تساوي، يبقى اللج الماس اوف لج بتساوي 18 تقسيم 100 ضرب 100 يطلع 18 كيلو جرام. يبقى اللج الواحدة كانت نسبتها 18%، الاتنين مع بعض هما اللي كانوا 34.5، في الحالة دي 36 يعني، زود شوية. طيب عشان بس يسهل الحسابات، دول the position of the center of mass، ال x center of mass and y center of mass in percentage units، المرة دي percentage of the leg with respect to the shown axis. نفس طبعا اللي عملناه المرة اللي فاتت، هنعمل ايه؟ طالب برضو الاكس والواي، هملى الجدول ونطبق مباشرة يعني. هنا السيجمنت الابر واللور والفوت، النسبة بتاعت الماس والاكس والواي، وقال لنا الاولى 11 5 2. طب الاكس والواي، الاكس بتاعت الاولاني 9.6 وارتفاعها نفس الكلام 28.5، الثانية 23.6 وارتفاعها 18.2، الثالثة برضو 23.6 وارتفاعها 1.8. تقريبا اختلف بس النسب عن اللي فاتت. هنطبق، ادي الاكس بار بتساوي، تعالوا نطبق على طول، 11 في 9.6 زائد 5 في 23.6 زائد 2 في 23.6. حلو الكلام، تقسيم مجموعهم، مجموع بقى 11 و5 و2 لما 18 حاسبينها من شويه، فيطلع كذا في المية. والواي بار نفس الكلام، يلا كده نحسبها برضو على طول، 11 في 28.5 زائد 5 في 18.2 زائد 2 في 1.8 على تقسيم 18 يطلع برضو كذا في المية. يلا نحسب، بيقول 11 في 9.6 زائد 5 في 23.6 زائد 2 في 23.6 تقسيم 18، فطلع الجواب 15%. والتاني هيطلع برضو بسرعة، 11 في 28.5 زائد 5 في 18.2 زائد 2 في 1.8 تقسيم 18، فطلع الجواب 22.7. يبقى الاكس على بعد 15 وذين ال 23، وده ارتفاع 22 وذين ال 28.